دي الفاينل ريفيجن يا شباب بتاعة الامتحان، كويس. فيها تو سلايدز عبارة عن ديفينيشنز. الديفينيشنز دي اللي مش هيخرج عنها امتحان الفاينل ان شاء الله. اول واحدة، تاني واحدة، برضو فيها 3 ديفينيشنز. كل الديفينيشنز اللي موجودين في التو سلايدز دول ان شاء الله بامر الله مش هيخرج عنهم الامتحان. طيب بعد كده عندنا الترو اور فولس، وده سبق ان احنا حليناه مع بعض في المحاضرات، واضفت عليه بس اخر سلايد حاجات جديده، والحاجات الجديده اللي هي موجوده عليها بالحل بتاعها، وانا بس هشرحها لك كده بسرعه جدا عشان تبقى عارفه. الاوردينال ليجيسليشنز cannot be promulgated without a prior enactment from the people assembly. The assembly delegates، يعني احنا لازم، ما فيش عندنا تشريعات بتصدر بمجرد اعتمادها من رئيس الجمهورية، لازم كلها بتتصنع بواسطة مجلس الشعب. طبعا الكلام ده غلط. غلط ليه؟ لان احنا عندنا، لو نفتكر، two cases in which the ordinary legislation is promulgated without the prior enactment from the people assembly. ان احنا عندنا نوعين من التشريعات اللي بيحصل فيهم ان هم بيطلعوا باعتماد رئيس الجمهورية فقط دون تصنيعهم في مجلس الشعب، اللي هم ايه؟ اللي مكتوبين قدام حضراتكم، اللي هي الديليجيت ليجيسليشنز. ودي قلنا ان مجلس الشعب هو اللي بيدي الحق او بيدي القوة لرئيس الجمهورية ان هو يصنع قرارات بقوة القانون في بعض المسائل المعينة. والحاجة التانية الاجنسي ليجيسليشنز، وهنا الكونستيتيوشن او الدستور هو اللي بيدي الحق لرئيس الجمهورية ان هو اللي ايه، اللي يطلع قرارات بموجب القانون او بقوة القانون، بس بشرط معين ان لازم كل القرارات دي اللي يحصل فيها هتتعرض على اول انعقاد لمجلس الشعب. لو مجلس الشعب اقرها بقيت زي ما هي كقانون، ولو مجلس الشعب رفضها اتلغى اي قوة ليها واصبحت منعدمة، يعني ملهاش اي قوة وما هتبقى مش قانون. السؤال ده طبعا مهم وممكن يجي في الامتحان، بس برضو زي ما قلنا الريفيجن مش هيطلع عنها الامتحان خالص، سواء في الترو اور فولس او في الديفينيشنز اللي موجودة عند حضرتك. جود لك ان شاء الله. انا مستعد لاي استفسارات في اي وقت على الواتساب، او حضرتك ممكن تكلمني، وان شاء الله ما تقلقوش الامتحان هيجي سهل، مش هيخرج عن الريفيجن. شكرا.